ضيف رمضان الحصة الثالثة اليوم باش تبعوا مع بعضنا شخصية معروفة تعمل برشا بوليميك وين تتعدى شخصيا معايا ديما وين تتعدى تخلي أثار انطباعات مختلفة فمش كون يحبها فمش كون يحبهاش لكن الأكيد الناس الكل تعرفها شنية تعمل كيفاش تعدي رمضان الشخصية هذه نحكي على مريم بن مولاهم مريم اللي عاملة بعمايلها زعما شنية اللي عملت نجم تعملها في رمضان شنية الأجواء متاحة كذلك في الكوشينة كيفاش تعدي رمضان مع عائلتها لأنها تسكن مع دارهم أمها وبوها وخوها وخطيبته وأصحابها استقبلونا فرحوا بينا وكانت هكية الأجواء في دار الملكة المهبولة مريم بن مولاهم. حليمة مرحبا مرحبا حبيبك دليل هكرا مش دليل أغزر قبل كانوا يقولوا بنت الحرة تطلع عرة وبنت العرة تطلع حرة جملة أمي هذه تعرفش علاش على خاطر كي هي الحق بنيتي تحب تعمل راه أما أنا يظهر لي ماهيش باش تخرج الحاجة كيما أنا نحب نولي ناخذ لها من يديها ونعملها أنا دونك غلطي أنا راه مش حكاية دليل حكاية أنا كنتي بيرفكسيونيست وميتيكولوز ونحب كل شيء في حقه وكل شيء بقدي دونك نقز عليها نحيلة من يدها يظهر لي هي ماهيش باش بنتك باش تعرس راه هكا تو الله غالب قلت ما وحنا الراجل في باله بها هكا لا يعرف كل شيء ما مخبين عليه حتى شيء وش باش نقول يا ربي والعاده والعوايد عند التوانسه ما الطفله كي عاملي باش تعرس رمضان بالاخص رمضان معناها العام اللي باش تعرس فيه رمضان تدخل الكوجينه هاني قلت لها يجي تدخل معايا للكوجينه عدت بالخبز يعطيها الصحه ما قصرت يعطيها الصحه شنو جو هتا تا؟ ريحتها تهبل والبنة عاد هكيكا ما نعرفش. البنة عطيني سويتو تراك. البنة بنيتي هكيكا. ثرمت طلع يتنحى ذاك التا. شنو؟ سبنيخ هذاك يتنحى ولا كلافس كلافس تتنحى؟ اي خاطر امي كي حطيت انا اخر مرة عملت لي عركة. قالت لي ذكرها ويتنحى. انا ما صدقتهاش. يتنحى يتنحى سلوى باش تكذب عليك انا مع سوسو خدت كمبوس عسلايلن عشان تحس اما تلبس الوحده نتاعك بابيتا المناخبة لا 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 عرفت روحي شنيا ما نجمش تهزها ما نجمش تهزها اما خير امي راسها ولا تعب نفسي هذه مرقة هذه مرقة بالسوبيا والجنارية أول مرة والجنارية. شوفوا نسنا يصوروا فرش عيد ميلادي ولا الفلفل الأحمر يصوروا حاجة أخرى بدلنا شو اسمه القلم ليه عيد ميلادي قريب 24 كهو تونسنا ولا عبيد ربي لا أفطرنا على شيء تفوض حط الطاولة قاعد تشتحها خليها دنتي شوية نحضر في المكرونه طابت
وانت ما مديتش يدك للبرك، قصيت لنا شويه خبز هذيك البرك مشيت لكت الدنيا سلوفان عطيناك خاطر طيبته بكري شويه سلوفان عملت كي ما عادش تعطيوني حتى شيء خاطرني انا ديما نقولها اللي انا عره وما نفهم حتى شيء ما لحكيتو ما هو لازم مقيد انا مقيد جيت اليوم معناتها شيء ما بحذايا والتلفزه تحبني نتعرف يوري وجه السوق لا ما نحبش خاطر باش نقلب لكم توا الدنيا الكل باش توليو تمسحوا وتعملوا ما عادش فما شقه فطر كي ما تكبتش الماكله خليني انت سلوفان هكاك عملت فيه هو عمل فيا والله خاتيني حطيته هكا مديت هكا حطيته هكا هبط في الشرب هزيت عملت له هكا حبيت نحط ملقفين تو فرسو اي جاي كيف كيف عملته هكا ولك متو هكا ولوحته بالك اللي امك عرفت شني عملت من قبل ما تراك حكيت لي كل شيء قالت لي ذكر لو ذكر طيحته في وسط الشرب اي تحس يمكن غلطه منها هي عطتني حاجه ما تجيش فوق الشرب اه غلطتها هي يا تتا غلطك انت يا تساعدره لعطيتها السلوفان المقرونه تويك تحبها طيبه قال دنتي شنو الجو نحب نهبط حاجه في كرشي النهايه بكري تقول قريب يا ذنا قريب يا ذنا زيمون ديجا زيمون حطينا جعتره نسي في روحك بالخدمه نسي في روحي بالخدمه وزيد قاعده جمع ميوز معاكم وعلى الجو ذي بالخطبه نتاعك الخطبه نتاعك ما خدمناش في داركم كاه ومازال فما العيد ميلاد الله اعلم كان حلوا لنا الكورونا نحاولنا الكورونا انت تكيد الكورونا انت مريم تكيدك انت لا اما بنحب ان اوتيل نحب نعملها عيد ميلادي كما كل عام عملوا في رادس فكالي لا العرس هذيك في رادس شده صحيحه شده صحيحه لوطيه في دار تونس في قناة تونس نتخيل نعمل لوطية غادي عنا حبيبيك في السنكيم هاكا نحن نتفرجوا توا ديجا ولد الناس قبيلة أمك قالت لي اللي في باله كل شيء في باله اللي أنت فينو مش فينو في باله اللي أنا ما نعرفش نطيب ما نعرف حتى شيء نعمل وكاو ما كذبتش ما كذبت علي حتى شيء حتى شيء حتى شيء ما كذبت علي شيء والله شيء شيء كل شيء حكيته له وكان وذي بالمكتوب ما عجبوش يمشي على روح تقتلني بالثقة اون بلوس توا جعان خلينا نمشي نقوم نقد الخبز خير وين الخبز انا قصيت الخبز ها وين حرميت المقرونة هاي اما عندنا جماعة الفوق نمشيو ناخذوا لهم كلمتهم اي يجيو يجيو باش نوريكم شكون بحذينا فما سيربريز حضرت لكم سيربريز ما نجمش نحكيها من بعد انا اساسا نعمل انا سيربريز الناس نمشي المرة ذي قلت لي مشيش راجلها يبدا هوني وتقول لي ما تعديش فك علي خويا نعلمها لي انا جاي في دبي راجلي مش في تونس كارني صدمت وحدي ماي يا مرحبا اولاد سيدي طولوا جماعه سلوا سيوفهم ملامعه قعدوها بنية بوها جيبوا الشمعة وركزوها قعدوها بنية بابا عيون الهدابة يا مريومة يا مصوابة يا مريم يا مصوابة كما تشوفوا اكتشفنا الضيوف اللي حكيت عليهم مريم بلوتو السوربريز خلطت عليها نشوف السوربريز نلقاه سي محسن كيفاش نحوالك استقبلتنا بالغناء ديجا مرحبا بك يا شيماء ومرحبا بالساده المشاهدين اللي قاعدين يتبعوا فينا توا على قناه تونسنا نحب نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير وان شاء الله رمضانكم مبارك وينعاد علينا بالخير والعافيه والصحه الجيده وربي ان شاء الله يا ربي تكون هذه اخر معناتها فرج معناتها يكون عنا ربي جل علينا هالغمه نتاع الكورونا مش هكا مريومة ولا امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كيف كلمتك مريومة قالت لك ايشا ولا مسيتي تجيب لا عاد هذيك عشيرتي كما يقولوا لا عشيرتي مريومة ربي يفضلها ولد الدار نخرجوا ديما شاك ديمانش كل يوم نقعدوا في ريستوران نفطروا ناخذوا كويس التاي من بعد كي ظهر لنا فما شيشه رزيونا فيها شيشه حاسيلو اما لي عشير نعرفك انت خيتي مغرومه بالشيشه تك على الفيس والريق نحب نشد كجبه وقتيش ايه وليت معلمه يا حبيبتي هو في ايه
لا انت تو تقول لك هكا تيكون انا مشيت للاردن، انا مشيت للاردن هو في الشرق عندهم خاطر مشيت لمصر هذيك من مصر نتصور جيت حاجه عاديه هي عاديه جدا والناس معناتها متحجبات ونساء محترمين وعائلات سعوديه يعطيك الصحه وكل واحده شيشتها قدامها معناتها حاجه عاديه لا مش مستغرب على خاطر مرات شيش بالعكس هذه حريه شخصيه صحيح. اما مريم مريم ما تحبش الدخان يعني. صحيح صحيح ربما هي انا نحسها شيشك بالنسبه لي مش نعمر بها راسي نلعب ما يبقبق ونخرج لهوي من فمي كي كمان فتليكا فتليكا بتاع جو باش تضيع الوقت انت ساعه وقت بقبيق نتاعها عنده نكهه هذاك علاش عنده برشا ناس شيشه متاثرين في الفتره ذي عايشين مع ناس بقبق بقبق بق وربي يجيب بالحق والله العزيز كيف قلت والله قولك في طلعاتها ديما على لسانها ديما حاضره ما ترشفها لحد تري زعما تقول كلمتها تقولها ما فيش كلام فيه معروفه تو يقولوا تو يقولوا مثلا كاركتير نتاع مريم وكاركتيرك انت بعثها على بعضهم شلم الصديقه هذه كيفاش ركبت معناها ربما انا دبلوماسي صحيح بالمجد هو يهدني كي انا نطلع هو يهدني هو يقول لي مثلا باش نعمل مش عارف قال لي لي ارز نعمل سلي هذلي كان مش هذا راني نطاو صحيح ساسفري ساسفري صحيح بالمجد كملوا بعضكم انا بالضبط نكملوا بعضنا مريم معروفه معناتها الحق نتاع ربي كلمتها على لسانها وما تحبش الظلم ما تحبش لقدر النقد اللي مش في حقه مش في طريقه فهمت ماشي معناتها ظلمانيه امراه طفله معناتها حقانيه 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 في الحق انا برشا يقولوا لي خش اخي انت مريم جيب كل بعضكم شنو علاقتك بها قولوا مراهي هذيك صاحبتي توكو ما كومش كيف كيف مناش كيف كيف اما راه هذيك صاحبتي انا وياه كان هو يحب يحكي علي بيان سور باش نصوروا باش يكسر الدنيا ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله اللي نحبوا اسمع نحبوا تكسيره جديده بيا العيد يوم كنت تخرج معايا ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي ارجع لا بديتو حبينا نعمل سوربريز حبوا يعملوها سوربريز صحيت 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 بالضبط يعطيك الصحة معينا راهو فماش سوربريزات أمانك والله الله غالب بعد خلي على الأقل باكينغ أوف تجي تصوروا باكينغ أوف أي ما تسالش سا سي فغي ما تسالش حتى مشكلة إن شاء الله مبروك شو فما جديد أنا تو تقابلنا في قاعة شو ساعة أنا راني ريت كنتي والله إلا ثبت البيت شنية فيه هذه قاعة الحلويات صحيح هيا ونحب نوريك الديكور زي ده رمضان كريم والهليل والشاي محليهم كوكسينيل دي ما عاملين هكا فزيت فزيت هكا تفتق صحيح شو محليهم ما كلقنا ده المحلوين زي ده ما شفت ما بنا ما مريم هاي نقزت أنا الملكة توا هكا توا أو من الصغرى هي هكا هكاك هكاك من الصغرى هي عاملة بعمايلها هكاك مني صغير مني صغير والله مني صغير ربي فضلها ربي فضلها ودلولتنا الكل اسمع انتو ما جعتوش والله هو طول ما حلم مازال المغرب طول السبعة غير أربعة عندي أنا أبرامون سبعة غير درجوة بتشموش في حاجة هذا شو أنا في حاجة بنينة برشا والله العظيم بنينة كوزينة راك شقيت فترة الله الله عاد كان حبيت عاد كان حبيت عاد ما نحكي لكمش على التصنيف متاع مريم اي اسمع ما تقولوش مشاهدين ما نحكي لكمش على التصنيف متاع مريم تستعرف صاحبتك انت تصنف صنفها ماني اسكت عادي خلينا عاد نفلموا شوية على الأقل تو مريم انا راني ثم في برنامجي ونحن قاعدين هكيك تلتحق بنا بقية العائلة لأنه كنا مع الضيف طبعا كان جي مع أخو مريومة حمزة ومعها المدام وكنتك عاد فيونسي اي ومعك عاد بحذيك عاد كنتك كنت تدور معها في الكوجينة نحن مشينا وانت زيتها الكوجينة جيت بحذيك مشيت وحدك الكوجينة اي تعلموا كيفاش تعملوا قدام حماواتكم يا والله تبارك الله على سترونات هي صنيف انا ماني صنيف هكا تدللني تقول لي مريم ما تحب حاجه انا نموت عليها هذيك اختي بنتي نموت عليها على الاخر قلنا راك باش تلقى ما بين اما لا اما كي جات مش مريم نقول هذا قدام التلفزه يعملوا هكا اما مريم لا مريم نعرفها اللي فما فما انا نحبها من اول نهار قلت لها مش هذيك حميتك انا حميتك قلت لها انا حميتك لازمك تسمع صاحبتي راهي باش نقول لك قدام داركم راك لافعه اي لافعه مش هذيك حميتك شكون حميتك
شكون حميتك انت؟ حمزه شعامله فيك بربي مريم كالعاده انا نعم مريم مهبلتني مهبلتني ورمضان شعامل فيك؟ انا عامل فيه لاباس صفا لاباس جات شي ما هيك صفا صفا الحمد لله قبيله تتا تحكي لي برشا قوش بيت قلت تتا يا خويا قلت تتا انا ما نجمش نقول حاجه اخرى تسعد تحكي لي قالت لي راهو انا ولادي كل شيء معناتها مباح الا صيام رمضان ما فيش حديث هذيك تربيتي انا ليهم هكا في عاداتنا وتقاليدنا وتربينا هكاك والدين نتاعنا اون بلوس معناها حاجه اكيده معناها ما فيش تفدليك ولا معناها نصوم منصوم مش ليه حاجه ترتل القران وحافظ القران وعمل لي هو صغير عمره نعرش 3 سنين حمزه اخويا عنده صوت عالمي في القران يرتل شويه اسمع هي توك والله العظيم توا غير درجين ما حررش رتلنا شويه وبعد نحطوا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللهم العظيم يعطيك الصحة شفت حتيت شفت بارك الله عليك يا حمزة صحة شريبتكم الناس الكل يقول لي صحة شريبتنا وصحة شريبتكم الناس اللي تنجم فينا صحة شريبتهم وانتم ما زيدة صحة شريبتكم ما تقول لي ايش قولك في الوليمة بتاع اليوم نفسهم قولك اتحفتنا اليوم مدام بالمولاهم مدام سعيدة ربي تفضلها اتحفتنا عملتنا شربة بتجيش ياسر حلوة برشا وبنينة برشا بقى عملتنا سباجيتي بالمناني بارك الله موزوزة انا عجبتني موزوزة اللي كانت الطيب نتاعنا العربي الزمني التونسي نتاعنا البلدي الاصيل هذاك هو بون اليوم تقلقت شويه على خاطر مش مستانسه بالحر شويه تو سامبلومون عملت لنا زاد جلبانه بالسوبيا نودكم ولا نشهيكم حاجه ياسر امبيكابل بون ابار سا من الاول عملت لنا شويه سلطه نتاع قرنيتك وشويه سلطه نتاع مشويه سوى ضعفات ما زاد ياسر بنان بالجبن ياسر اكثر حاجه كليت منها صحيح 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 ولا تسمى برك الله سفره باهيه من الدوعة تاع 66 كيف فينهم كيفاش انا لك تسوري اي جبت عم في روتوش المكياج نتاعها تبقعت بالفوندوت قلت لها واش عليك نعطيك روبه من عند مدام وصول لا غزر محليه بالليره وجوك احلى جو صح باهي عجبتني حتى الربذايا بربي يقولوا سي فوزي واحده واحده على خاطر نحس غطس سي فوزي حسيت غطس حسيت غطس وانا نغزر له سي ولا ما عادش معانا ولا في عالم اخر في عالم سي فوزي هو راه مش بعيد عليا انا كي نرش شوكولاته هكاك انا نشوفش سي فوزي يا ودي الراجل نغزر له نمشي لسي فوزي شوي سي فوزي خلنا قلبه شوي صحه بشوي بشوي وينك اغتصت العصيده غلبتني ما عادش نسمع في صوتك العصيده غلبتني يا حاج بين صوتك العصيده أه؟ ما تحب العصيده تحب العصيده حتى هي تموت عليك صعب انا وياها ايش قولك في ما عادش معانا يا شيماء ايش قولك خاطر انا نعرف قبلها في الليل نزل عليها تقبلها في الليل يرقدوا يسكنوا يرقدوا انا بقول لك حاجه رغم اللي توا سي فوزي بون ان بو ديابيت ديابيتيك شويه تعرفش عمل اخر مره تحكي لنا مريومه قالت لي قام في الليل يقز ويصحي فات كنا ذمه بالعصيده
عمل لك كيمينة ويسار، تلفت التالي تهنى على الجو هيك، عم فما حد يتفرج عليه، عمل لك صحيفتين ضربهم قد قد وشللهم وخسلهم بالماء ردهم هيك وخبيهم باش يمسح باش يمسح. معناتها أمينة حاس بالصحافي ساعة صحة الجبة المزيانة. فضلك يفضلك يعيش كنتي أزين حكيك. راهو شفت الناس الزمنيين راهو بعد ما يكملوا ياكلوا ما قداش بحاجة من شقة الفطر ماله، لازم يكونوا مرتوبين هكا ولا صحة. يفضلك يعيش. تعبناك اليوم في شقة الفطر والله يتعبكم راحة، وذيك العادة والعبوة ونغمال معناها هذوم يوميات رمضان. يوميات مريم بن ملهم وامها هذوم هما العادة متاعنا متاع شهر كامل، وحتى في سير الأيام سي توجور كوم سا. خلينا نخليو ناكلوا شوية على السيدة ونرجع لكم في الحديث أكثر مع مريومة وجماعتها. المساء يا مرحبا بقدومه دار الليل، يا مرحبا بقدومه دار الليل من دار يا لا لا لا. ايوه سي فوزي هيا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا عيني يا عيني يا لا 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 بيت نزهة ونغني ما بالليمن وذرنجة والذي كسل ليس لقبل حجة أنا والله العظيم أنا والله العظيم إذا ما هاب النسيم أملك الزيانة دين إذا ما هاب النسيم أملك الزيانة منذر منذر من سمعونا التصفيق عاد سمعونا التصفيق. هيا شيماء 55 عليك شيماء هيا رجع لك المسرح. شخنا بالغناء وبالانستغرام من هوني قاعد يخدم بالستوريات نتاعنا من هوني والاجواء على مقابل اسبوعين هذيا ذي المالوف كي يقولوا رمضان نقولوا المالوف هكا ولا لا؟ اكيد
رمضان هو معروف على الاغاني واللمه نتاع عائليه والمالوف التونسي معروف ما نغنيو كان المالوف التونسي والاغنام نتاع صليحه وسيد علي الرياحي وسيدة عليا وسيدة نعمه رحمه الله عليهم الكل ان شاء الله. هذه فرصه باش نرحموا عليهم فنانين التونس الكبار نرحموا عليهم يعطيك الصحه رحموا على الفنانات وهذه فرصه اليوم ونعرفوا فماش برشا والله يرحم منيره حمدي اكيد اختنا وحسن الدهماني وغيره من الفنانين اللي نحبوهم برشا وخليوا بلاصه كبيره علينا وخاصه انا وياك تعرف مليح منيره خلت عليا بيرسونيلمون بلاصه كبيره دونك خلينا نحكيوا توا مع الموجودين والله يرحم الراحلين واللي مازالوا اكيد قبل كنا نحكيوا على العصيده احسنك جري انت راهو مسيو داكوردو التحقت بينا باش نخليك باش خليك انت خليني في معز علاش مسيو علاش خليك باش خليك تحكي على مش نقولك مسيو شكون ما خليتنيش حبك انت تقدم روحك للببليك يعيشك معز المثني فنان ان شاء الله رمضانكم مبروك للموجودين وللسادة المشاهدين وان شاء الله يا ربي تصوموه بالصحه وان شاء الله يا ربي بعد علينا هالوضعيه هذه اللي نعيشوا فيها الوباء يا ربي عم علينا الامان وان شاء الله يا ربي يحمينا ويبقى علينا الستر هذا ايش نطلب اول حاجه بالحق معز انا نحب نقول له نشكرك ميرسي على حضورك معز بالحق من اروع الاصوات موجوده زيدا في تونس اللي مش معناتها ما شافوا هيك ماخذوش فرصتهم ولا فرصتهم اي ليه انا وجهي مبروك راهو صوت بالرسمي مش من النوع اللي لازم معناتها وحده وحده يمشي وحده هو صوته عنده صوت مالوف كل شيء نحن توا سمعنا شويه مالوف ومعاه سي محسن تراه سمعني حاجه سمعوك حاجه فما اسمع قال لك لا تقول للمغني غني لا ما لا غالب معناتها ظروف المباشر هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه فيها التجلي باين تملي ونورها ساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي ليالي حلوه نشتاق ليها وفيها ليله الله عليها ليالي حلوه نشتاق ليها وفيها ليله الله عليها القدر فيها الله يوعدنا بيها الله اكبر القدر فيها الله اكبر يوعدنا بيها الله اكبر يا رب توبه في العمر نوبه وتكون قريبة وتسعد أمالي هلت ليالي هلت ليالي معايا يلا أيوة هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية فيها التجلي باين تملي ونورها صادع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي بون كيما تشوفوا جو حلو برشا هنايا في دار مريم بن مولاهم وعائلتها واصدقائها زاده اللي التحقوا بينا فما شكون ما نجمش يجي شق الفطر بحنينه ما خليوش اما خلطت على الديسير كمان لقفناه من الاول اما خليوه له فرصه باش ياخذ الديسير نتاعو ونرجعوا باكثر جو هنايا باش نحفلوها ونشاط صحيح تاتا ونشاط طبيك قاعدين نعملوا في جو حلو هنية في سهرية رمضانية عائلية خلينا نقوله وقاعدين كيف كيف نتابعوا في الميشن بتاعي مع تحية لشريف علوي بالمناسبة هذية شهيوك والعصبانة تحية لشريف ومرت يعطيهم الصحة ونحن زيدا عنا جونا آخر مختلف على الجولة في دار شريف كان عنا الأورك طبيك عنا العود ماذا بيا نسمع حاجة تونسية شنو تقترحوا عليه
انا واحد من الناس خلي يقول حاجه. صحيت معز اختي شيماء، انا ماذا بيا من قبيله سيدي فوزي بن مولاهم اللي هو والد اختنا مريم، يقول لي سي شريف شنو رايك لكن نغنيو حويجه لسيدي علي الريحي؟ قلت لهم فيها بس نغنيو زينه يا بنت الهنشير. زينه يا بنت الهنشير يا بنت الغله والسجره، زينه يا بنت الهنشير يا بنت الغله والسجره، بنت القمح وبنت الشعير بنت الشمس وبنت القمره، كيف ريتك حطيت الزير وحلبتي بيديك البقره، حسيت قلبي ولا صير وبيديك تعصر في الخمره، حسيت قلبي ولا صير بيديك تعصر في الخمره. يا بنت الغلة والزجرة، زينة 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 غاي، زينة 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 غاي، يا بنت الهنشير يا زينة. يلا سمعونا صغريتها يلا. أليف يا سلطاني ولا جراني، سلطاني ولا جراني وأليف، أليف يا سلطاني ولا جراني. خمسة خميس عليك يا سي فوزي، خمسة. باء بوليت بنظرة، تاء أنت يا نجم الزهرة، يا نجمة الزهرة، أو تاء ثلاثة في حضرة جيم جرعني. هيا زغرة تعال زغرة زغرتي في الخمسة خميس عليك، أنا قلت لك العزيز خمسة خميس عليك. ألي في يا سلطان ولا شر وين مشاش قبل دونك ساعه تاش بديت نش تحكي لي على مريم. بون الفو دير كو نعرف العائله نتاعها اكثر منها هي، دونك اختنا الصغيره هي ما شاء الله عليها اكتيف، دونك موجوده ناشطه بالكدا في الجو العام الكل يحبوها، عندها قبولها وعندها ناس يحبوها ما شاء الله عليها ربي يوفقها. فوالا دونك هذا هو على مريم. اي هذا هو على مريم. وعليك انت تو شنو تحكي لي شنو جديدك؟ معز المثني عنده اغاني مازال عنده اللي هو انت عندي معز المثني عنده عندي انا خاطر هكا نلطف لا ما يسالش باش تكون شويه مودستي خاطر يعرفوني برشا ناس. دونك فما برشا اغاني موجوده ان شاء الله باش يخرجوا تباعا. تعرف الوضعيه نتاع الكوفيد خلتنا شويه نعملوا ان ريكول، برشا ناس ولا ما خدمتش وفما ناس خدمت وخلات وما خرجتش الخدمه نتاعها. نحب زاد نوجه تحيه لبرشا زملاء اللي خرجوا انتاجات. يا محسن خليني نحكي، يا محسن اللي هي بالتي معناها مع زميلنا قاعد ياخذ في السي. يا محسن زيد يا فريال هبط شوفوا فيها كنا بيا معناتها صحيح. دونك قلت لك نحب نوجه تحيه للزملاء اللي خرجوا برشا حاجات مزيانه، وان شاء الله انا قريب نخرج زاد بعض الاغاني. لودينج يعني كيفاش لودينج 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 اي قاعدين قاعده قاعدين يحضروا بيان سور. اي الوغ فما حاجه فما غنايه اللي عملتها مع الفنان الملحن الهادي بالحسن والشاعر سلاح الخليفي ووزعها منير الغذاب، هذه مدعمه من وزاره الثقافه. اي خلينا شويه ما يسالش
نوجه لها تحيه اللي عاونت برشا فنانين من 2018 هي، اما ما زلت ما خرجتش، ان شاء الله قريب باش نخرجها في وقتها، نحب نختار لها لو تايمينغ. نسمعكم من شويه جو بونس شيماء، نسمع شويه. تبارك الله عليك يا لله، جدك عاجبني يا لله، تبارك الله عليك يا لله، سرك ساحرني يا لله، محروا زينك يا لله، مضواه جبينك وبنظرة عينك، لهبتي ناري في حشاي من مدة مهموم ومحروم، ونجسني خيالك يا ليل، زيد على ما بيا وتدلل يعجبني دلالك، من مدة مهموم ومحروم، ونجسني خيالك، زيد على ما بيا وتدلل يعجبني دلالك، دلالك هبلني زينك حيرني، اسمع وفهمني خليني نرتاح معاك، تبارك الله عليك يا ليلى جدك عاجبني يا ليلى. برافو يظهر لي اسعد اخبار تنجم تسمع انه من ناحيه الكوفر في كفنانه. يعني والله العظيم انا ماذا بيا ربي ان شاء الله ينحي علينا الغمه ذي وينحيونا الكوفر فو ان شاء الله، خلي العباد ترجع معناتها للحياه العاديه، على خاطر احنا هاو فولنا عملنا جاتو كل شيء ان شاء الله بمناسبه انهم ينظروا لنا بعين الرحمه. اللي هيئت لنا السفره الليله وعملت لنا عشاء قمقوم برشا وبنين برشا، واللي عاونتها فيه هذا الكل اختنا مريم بن ملاهم اللي هيك بالحلو. بارك الله فيك يا عائشه، شو كيف جا؟ شو بدك بيك؟ كاميرا تصور. دوكها عاد باش تعطيني رايك فيها الخبزه هذيك. طيبتها هذيك، شحرت والفستق وكيفاش الزبده. كيفاش الزبده؟ اعطينا كيفاش الزبده يلا. تاخذوا الفاكهه ترحيوها الكل، ومن بعد بعد صحفه فيك يا صحفه فضه يزيد الفوز كمان غادي يوصلوا لك مريم. صحيت برافو تسريبات من الصحفه، تحطهم الكل، تحط فرينه العظم الشحور وتصبها الشحور تحطهم على العظم. والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم فريمون. انا ما كنتش نسخن الشحور كي دخلتهم على العظم يعطي حاجه. صحيت برافو عليها والله، يعطيها الصحه والله. الليله سهريه تعديت سمباتيك هنا، ان شاء الله الجو يتعدي لكم ليكم انتوما. عدينا سهريه رمضانيه باتم معنى الكلمه، من قبل شقان الفطر جينا عملنا دوره في الكوجينه، شفنا مدام سعيده شنو حضرت لنا، اكتشفنا مريم قديش طبيخه ممتازه وماهره وكاليديات شي يطلع منهم، خاصه بالشحور حاجه ما صارتش. خلطنا عدي ساخ، ثم الجاتو، ثم الغله، ان شاء الله ديما عامره. العصيده فريال يعطيك الصحه، حمزه ميرسي بوكو، تتا هي حاجه يعطيك الصحه، معز ميرسي بوكو زيدا يعطيكم الصحه على الدعوه هذه. مريم وعائله خونا فوزي الغالي، تحيه للمشاهدين والفريق الكل معاك شيماء، وتحيه لتونسنا، وان شاء الله يا ربي يحفظنا، ورمضانكم مبروك وان شاء الله يا ربي ان شاء الله. تسريبات باقي متواصله في البرنامج، قالكم وي جلي علينا الغمه ان شاء الله ربي جلي علينا الغمه. هذه كانت الاجواء في رمضان في دار المهبوله، انا نقولها الملكه المهبوله الملكه مريم بن ملاهم، مش تكونوا عديتوا معنا وقايت حلو. تشاو نيرة يا منيرة يا ام العويلة كبيرة، كل اللي راكي كل محلاك، كل اللي راكي كل محلاك، والقعدة معاك قصيرة منور يا منيرة، الدنيا بزينك
يا هلك قلبي من عينك نيرة الدنيا بزينك يا هلك قلبي من عينك يوم عيني تلاقي عينك تولي تبكي محيرة من نورة يا منيرة يا منيرة ملول يلا نيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة كل اللي راك كل اللي راك يقول محلاك والقعدة معاك قصيرة من نورة يا منيرة يا منيرة